المستشار احمد ابو دث الرسمي باسم وزارة الخارجية ادان التفجير الارهابي اللي حصل في جنوب شرق تركيا بالقرب من مبنى امني، واسفر التفجير ده عن مقتل 11 ضابط شرطة على الاقل في هجوم للمسلحين الاكراد بشاحنة ملغومة. الهجوم حصل في اقليم بيقع على الحدود مع سوريا والعراق بعد يومين من اول توغل عسكري كبير لتركيا في الاراضي السورية. ابو زيد اكد كمان على ان الموقف المصري الثابت المندد بظاهرة الارهاب وتنظيماته اللي لا تعرف عرق او دين وبتمارس اعمال منافية لكل مبادئ الانسانية.